السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. أنا سالم من جديد معكم إيهاب محمد من قناة وي نو كونكر. في البداية ما تنساش لايك الفيديو والاشتراك للقناة، ما تفعل زر الجرس وتنضم لجروبات التليجرام اللي هو بتاعت الخاص بينا يعني، وكمان نادي دبليو كي سي للفضة لو عايز تبيع ملايين أو تشتري أو أي حاجة بأسعار مناسبة والموازين كلهم مضمونين عشان ما تسرقش. انضم للنادي دبليو كي سي، هتلاقي رابطها في الوصف. في البداية كده يا جماعة، طبعا التدريس اللي نزل النهاردة بتاريخ 11/11/2021، وده الميعاد بتاع الخطوبة بتاعتي. يعني أنا بعمل الفيديو كمان قبل كام ساعة من الخطوبة يعني، تمام. تشكيلة كتيرة جدا جدا نزلت. أولا في الأيقونات من ناحية، مثلا نشوف كده البينيفيتس زي ما هي لسه متغيرتش. في صفحة الدايلي بقت عاملة ماسكة فيها الهيرو جيزرينج. عندك كمان عندك كمان غير داية اضافت فيها البوينت هول او هول يعني عموما، وكمان الايفنت صفحة الايفنتات الهيرو كده. شوف حاجة جميلة جدا، غير كمان يعني اشكال جديدة وحاجة ده غير حلو. طيب في ناس كتيرة جدا اتكلمت على موضوع هدايا الهالوين. اهي دلوقتي وصلت لك يا جماعة جلوبال هالوين، تمام. يلا بقى ندوس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ده شكل هدية. بيقول لك راندوم جيفت بامب كومبرومينج او هالوين ويبن بوكس او سمبلس 4 او سمبلس 6. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. 7 داي هالوين ويبن بوكس. انت يعني انت جيم هايل والله، انت جيم رهيب، انت هايل، انت فنان يا ابني والله، يا ابن الجمال ده يا ابني والله. شلت ابونا واللي جابونا اقسم بالله. الواحد كان نفسه يا اخي في الماونت يا شيخ، بس اكيد ناس كتير هتكسبه يعني، اكيد ناس كتير هتكسبه. ده اللي طلعت بيه انا من الايفنت بالصلاة على النبي يعني. ايه لا شوف احسن شكل كده عليه تقريبا ده. ده الستايل ده غير كمان يا جماعة. صح، تغيير حصل برضو، قلتلكم عليه التسريبات اللي حصلت. عندك مثلا الجيرمان دلوقتي فيه كل الاكسسوارز، بس طبعا تكون انت فاتحها عموما يعني، فيها كل الاكسسوارات بس طبعا انت تكون فاتحها عشان بس ايه ما يبقاش فيها ايه في استعباط واستهبال يعني. يعني تقريبا اعتقد ان احنا ممكن نحط الاكسسوارات دي دلوقتي مثلا نجرب. تقريبا لا لسه زي ما هو نظام الكوليكت. طب يا جماعه ده كل حاجه من الايقونات والكلام ده كله، لسه ان شاء الله في الفيديو اللي بعديه هشرح الكلان والتغييرات الكبيره اللي حصلت والجوائز كمان ان شاء الله باذن الله تعالى. انا معكم يا محمد من قناه وين كونكر، ما تنساش لايك الفيديو والاشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس. اتمنى منكم كل خير وكل الدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.